مع مستر هشام في فيديو جديد. ان شاء الله النهارده هنتكلم على الفصل الثاني من قصه روبنسون كروزو. الفصل الثاني من روبنسون كروزو، القصه المقرره على الصف الثاني الاعدادي. فان شاء الله النهارده طبعا ان شاء الله يكون عجبكم الفصل الاول، وان شاء الله يعجبكم الفصل الثاني. النهارده هنتكلم على القصه من اول ما طلع على الشجره وبات عليها وخاف من اي حيوان او اي انسان يكون على الجزيرة. طبعا تاني يوم نزل من عشرة، قال لك اعمل ايه على بعد مسافة حوالي 200-300 متر لمح السفينة موجودة. قال لك اشوف اصحابي احاول اجيب اي حاجة من عليها. فراح عام لحد قعد يعوم لحد السفينة وحصل منها، جاب منها صناديق من الجبنة واللحمة، الجبنة واللحمة، وجاب بعض الصناديق عشان هو يبتدي يعيش ويتوائم مع الحياة ويعتمد على نفسه. فجاب رز وجبن ولحوم. بعد عدة مرات رايح قال لك لا، ما اعمل عوامة صغيرة اروح واشيل حاجة عليها. فبعد عدة ايام حصلت عاصفة قوية جدا. طبعا ما عرفش يروح لان السفينة غرقت. كان هو جاب من على السفينة تلسكوب، جاب كومباس بوصلة، جاب قلنا صناديق من الرز، صناديق من اللحوم، صناديق من الجبن، جاب الورق اللي عليها، جاب الاحبار، جاب اي حاجه محتاجها من على السفينه. لكن هو قال لك اعمل ايه؟ فاول حاجه فكر فيه عمل فورت، حصن لنفسه، مكان يعيش فيه. بعد ما عمل المكان وجاب الرز بقول قبل كده واللحوم والجبن، جاب الرز وقعد يزرعه بحيث بعد كده يحصل منه على منتج. وقال لك اول فكره فكر فيها بعد كده اعمل قارب صغير، عامل قارب صغير عشان يطوف حوالين السفينه. بعد كده لما خد الاوراق وخد الاحبار وكل حاجه قال لك ليه ما عيش بيهم؟ ليه ما كونش كتب عن نفسي بحيث اي حاجه تحصل لي الناس بعد كده تلاقيني وتعرف انا مين؟ بعد كده قعد يلف على الجزيره كتير وعمل مركب كبيره جدا، سفينه كبيره جدا. لكن جه زقها ما عرفش عشان هي حجمها كبير، قعد فيها اربع شهور يعمل فيها. بعد ما انتهى منها جه زقها في الميه ما قدرش، قال خلاص خليني اعتمد على القارب الصغير. قعد يطوف حوالين الجزيره تلاقى هنا وادي، الوادي ده فيه اشجار من البرتقال والليمون والشمام. قال ده وادي جميل جدا ومنتهى الجمال، ليه ما بنيش بيت تاني؟ يا بعد ثلاث سنين فكر يبني بيت تاني، يبقى عنده بيتين، بتاع الجزيره وبيت في الوادي. فجأة تلاقى قدامه ماشي حاول يصطاد برد بغبغان، فما صطاد برد بغبغان قعد يحكيه علمه بعض الكلمات. فهو قعد الشهور دي مرتاح جدا عشان تلاقى صاحب يتكلم معاه ياخد ويدي معاه في الكلام. بعديها اتلقى كتير من الماعز، الماعز ده بيحصل منه على اللحوم والجلد بتاعه يعمل قماش، ومن خلال الماعز يبتدي ياخد منه اللبن ويعمل منه جبن، يعني يتوائم بالحياة. والرز اللي جابه قبل كده زرعه من على السفينة وعمل حياة لنفسه، يعني كيف نفسه على البيت. وفي هو راجع طبعا بعد فترة من على الجزيرة اتلقى أثر أقدام واحد فخاف، رجع الحصن بتاعه قعد ثلاث أيام ما يخرجش. بعد ما خرج اتلقى في نار وفي أثر أقدام أفراد واتلقى في عظام، بقى خايف جدا. كده ملخص الفصل الثاني. والآن مع أهم الكلمات وأهم الأسئلة في الفصل الثاني. Decided to يكرر، decided to كرر، looked for، looked for بحث عن، رفت عوامة، العوامة اللي عملها عشان يصيد سمك، روب حبل، فورت الحصن اللي عاش فيه، جوتس الماعز، تلسكوب استخدمه عشان يشوف أي حاجة بعيد عنه، كومباس البوصلة عشان يعرف الاتجاهات والمواعيد، إنك الحبر، الحبر استخدمه عشان يكتب حياته، أديري المفكرات اليومية، آيلاند الجزيرة عاش عليها، فالي، فالي يعني وادي، ليمون تريز الأشجار اللي تلاقيها في الوادي اللي هي أشجار الليمون وأشجار البرتقال والشمام، برد البغبغان، بوتس حلو أواني عشان يعمل عليها الأكل، قدر وإن يقطع الأشجار عشان يعمل مركب كبيرة، بوش قعد يزقها، فود بيرنت آثار أقدام، أفريد أوف خائف من، رام باك رجع، فاير نار، فاير نار، بونز عظام، بونز عظام، دينجروس خطير، دينجروس خطير. والآن مع أهم الأسئلة في الفصل الثاني. بعد ما حكيت الفصل الثاني وجا
وجبت اهم الكلمات. الان مع اهم الاسئله والاجوبه. اول سؤال بيقول لك what did he find، ماذا هو وجد؟ قلنا he found some boxes of rice, cheese and meat. هو وجد بعض الصناديق من الرز والجبن واللحوم. Why did he go back to the ship many times؟ لماذا عاد للسفينة عدة مرات؟ To collect ليجمع food الطعام، tools الأدوات زي التلسكوب والكمباس والبيبرز والإنك، guns بنادق، knives سكاكين and ropes. يبقى to collect food tools guns knives طعم طاشر كيل and ropes. What useful things did he have from the ship؟ ما الأشياء المفيدة التي حصل منها على السفينة؟ He had a small telescope، تلسكوب منظار، a compass بوصلة، some boxes بعض الكتب، pens أقلام، ink حبر، and paper ورق. What did he catch one day؟ هو اصطاد إيه في يوم من الأيام؟ He caught a small boat، اصطاد طبعا دغدغان صغير اللي قاعد يحكيه. How long did he talk to make the boat؟ ما المدة أو الفترة الزمنية اللي صنع فيها المركب؟ He spent for months building it، قاعد 4 شهور يعمل القارب. What surprised him one day on the island؟ اللي في يوم من الايام خلاه مندهش. He saw man's food parent and he was afraid، شاف اثار اقدام رجل واحد وهو بقى خائف جدا. كده بنتهينا باهم الاسئله في الفصل الثاني وتم اختصارها. قلنا نجي طبعا نركب المركب، وطبعا بعد كده نزل راح فين. تاني يوم عمل مركب صغيره، ما نفعش مركب كبيره. بعد كده راح الوادي، بعد كده قابله بغبغان، بعد كده شاف رجل، شاف اثار اقدام، عمل بيتين. فده ملخص الفصل الثاني. ان شاء الله يكون عجبكم الملخص، وباذن الله يتم المشاركه عليه.